رح ابتدي من رقم مخيف جدا، 75900 درهم شامل للضريبة، هو سعر السيارة اللي خبركن عنها، بيوصل سعرها بالمواصفات اللي احنا معنا اياها ل 87900 درهم، هيدا الاقصى. عم بحكي عن سيارة ام جي 1، سيارة شبابية بامتياز، تغيير رائع جدا عملته ام جي على هويتها، جودة سريعة على الداخل وعلى الخارج، وبنفس الوقت قيادة صدقوني انا استمتعت فيها، غيرت لي رأيي بالسيارات بالفئة اللي موجودة فيها سيارة ام جي 1، هيدا اللي حنفرجيكم اياه بالحلقة. بس لكم سيارة شبابية، بلش من المقدمة شبابية، التصميم الموجود على شعار ام جي مع شكل الجريل او الشبك بالامام عم بيعطيك كأنه شعاع طالع، عن جد عم بيعطيك طابع شبابي رائع جدا. كل التصميم انا برأيي هوية مختلفة عند ام جي، عم نشوف شفناها بسيارات ام جي جي تي وعم نشوفها هلأ بالكروس اوفر اللي موجود معنا هو الام جي 1. تصميم الانارة مميز بالفعل، شكله عندك 3 انارات داخل الانارة، يعني نشغلين لك بتصميم عن جد بيعطي هوية مميزة لام جي. حتى هون الفتحات اللي موجودة هون يا جماعة فتحات حقيقية بتساهم بتبريد البريكس، تدخيل هواء على البريكس، وعندك هون كمان حركات السودة اللي موجودة بالسيارة، جانت مميزة قياس 19 انش، على فكرة فيك تبلش انت بال 17 18 19 انش حسب انت شو البادجت اللي عم تحرك فيها كرمال تاخذ هالسيارة اللي قلت لكم شبابية بامتياز. حتى شكل المراية عم بيعطيك تصميم مختلف بطابعه، طبعا وجود الكاميرات هون حنحكي مطولا عن التكنولوجيا اللي موجودة داخل السيارة، حركات الكرومية اللي موجودة هون، عندك الروف راي اللي موجود، الأسود اللي موجود بالسيارة بقوة، وعلى فكرة مش أسود عادي كيف ما كان حطينا أسود على السيارة، لا، في حركات تصميمية مبينة معك تحت هون، اختلاف بين لون الأسود اللامع وأسود المات كمان حنشوفها بالخلف، نفس الوقت عندك طبعاً فتحة بالبصمة على السيارة. المفتاح حتى شكله مميز، يعني فايتين بالتصميم بقلب المفتاح بالحركات السوداء بين المات والأسود اللامع مع التصميم الموجود هون، حفرجيكم الموجود التصميم كمان، طبعاً كيلس انتري من هون. تفتح السيارة وعندك حركات الكروم والسودة اللي موجودة بجميع أنحاء السيارة، وقلنا لكم في حركة شبيهة بالمفتاح، هرجع أطلع المفتاح من جديد، شوف معي التصميم اللي موجود هون، نفسه موجود هون، الجماعة عم بيشتغلوا حركات تصميمية بالفعل عم تعطي هوية خاصة لأم جي، الكروم اللي موجود هون طبعا شكلها كوبي السيارة، شغلة لفتت الانتباهي صراحة بقوة، عم بقول لكم عندها طابع شبابي رياضي بامتياز، وجود الجناح الخلفي بهي الطريقة اللي موجودة فيه هون، طيب عال، سيارات كثيرة عندها جناح خلفي، إنما الضوء اللي موجود من هون، ضوء الستوب الاحمر اللي موجود هون بنص الجانح عم بيعطي، ما بعرف انا شخصيا ذكرني بسياره فورمولا 1، يمكن ما انا سياره رياضيه، انما هالحركه ذكرتني بسياره فورمولا 1 من الخلف. طبعا عندك كمان الاناره اللي موجوده هون الاي دي، وعندك حركه، يعني حتى شوف لوين فايتين بالتصميم، لما اقول لك عم بيشتغلوا على التصميم عم بيشتغلوا على التصميم، شعار ال1 اللي موجود هون بتحس كانه في بقلبه مثل تشيكر فلاج حد الاوب الاول. من تحت عم نشوف بامبر تصميمه مميز، بالخلف عم نشوف الفتحات اللي هي طبعا فتحات منها حقيقية فتحات اكزوست، انما لتعطيك منظر رائع رياضي جدا الاكزوست موجود من تحت، وعندك هون كمان اختلاف اللون بين الاسود والمات من جديد عم يظهر بالخلف ليكون في تكامل بالتصميم وبنفس الوقت يعطيك طابع رياضي. بعد شغله بدي اخبركم اياها عن الخلفيه، وبحبلش منها من المفتاح، من هون بكبسه فيك تفتح الصندوق الخلفي بهي الطريقه، وعندك مساحة تخزينية جيدة جدا مع مساحات تخزينية موجودة هون وهون، حتى إذا بتعلي من هون عندك مساحات تخزينية موجودة هون، وعندك السبير موجود تحت. هذه كانت جولة سريعة على خارجية السيارة، صراحة تعطيكم رأيي، أول شيء اللون رائع جدا على السيارة، شبابي بامتياز، والتصميمات والحركات التصميمية ام جي، أنا برأيي سيارة عن جد أخذت منها شغل وتصميم وتفكير ليعطيك سيارة شبابية بامتياز. رح
رح بلش من الخلف. اول شغلي قاعد مرتاح صراحه، ما توقعت بتشوف مساحه ضيقه، انما مرجع الكرسي مثل ما انا بقعد تمام، عندي مساحه كافيه للاجرين، مساحه كافيه للراس، بانوراميك اللي بيفتح على الاخر، اماكن التخزين اللي موجوده هون، فتحات تكييف خاصه، فتحه يو اس بي وستورج. واهم شغلي انا برايي صراحه هي اللي موجوده هون، انه ما عندك هيدي الهامب الكبيره، بالتالي الاشخاص اللي قاعدين بيقعدوا مرتاحين بكل معنى الكلمه. وعندك هون مسند اليد مع التطريزات اللي موجوده، حتى الاسود اللامع اللي يتناسق مع الخارج داخل حوالين الكاب هولدرز، فيك تعليها لتستفيد من مساحه اكبر، يقعدوا ثلاث اشخاص مرتاحين بالخلفيه. هذا دليل انه هاي السياره شبابيه ورايحه على الماكسيموم لتاخذك انت واصحابك باحلى رحله. بس لازم نقعد بمقاعد السائق. اول شغله الباب والتصميم اللي موجود عليه والحركات الشبيهه بالالمنيوم والمواد المستعمله، بس تقعد فيها بتحس حالك قاعد بسياره مستقبليه. هعطي رايي بصراحه، الستيرنج مثل ما معمول رائع جدا بالتصميم تبعه، من هون كيف جايك فلات من فوق فلات من تحت ليعطيك طابع رياضي، انما المشهد انت واقف هون عم تطلع عم بتشوف الشاشه امامك مع الجرافيكس اللي موجوده فيها، بتحس حالك بالفعل عم تسوق فيديو جيم بكل معنى الكلمه. والشاشه الضخمه، هن ثلاث شاشات للصراحه، انا معطيك شكل واحد، حتى التصميم من فوق بتشوفهم كانوا جايين قطعه واحده. هذا المنظر، انت قاعد بالفعل بسياره مستقبليه، تعطيك شعور رائع جدا انت عم بتسوق. بعد ما سقت السياره وتحمست صراحه، الشاشه اللي موجوده هون بتتحكم فيها بعده امور، فيك تتحكم فيها بالاناره، فيك تتحكم فيها كمان بالاناره الداخليه، فيك تقوي وتخفف الاناره الاماميه، فيك كمان تتحكم بالمرايا اليسار واليمين من هون، تعمل تغير على الموسيقى، تعمل لوك للسياره، كله موجود هون لتكون انت عم تتحكم بكل شيء بالفعل. خلص ما بقى في ازرار، كليا انتهت الازرار. من هون شو بدي بلش احكي؟ مسكت الجير مكتوب عليها 1 من هون، عم تعطيك قلت لك شعور طايره نفاسه، حتى الجير عم بيعطيك نفس الشعور. ستارت ستوب بتن شكله كمان مختلف، حتى هون كاب هولدرز اللي موجودين بالطريقه السكريه، عندك وايرلس شارجنج موجود هون، عندك الاوتو هولد، عندك الهيل ديسانت، عندك مساحه تخزينيه هون فيك تستفيد منها وبنفس الوقت فيها فتحات يو اس بي، عندك مساحه تخزينيه موجوده هون، حتى التكييف بصير تتحكم فيه من هون. لغوا لك كل الازرار الا التكييف، لانه انت صراحه لكم شغله، احنا بحراره هلا تتعدى ال 40 درجة، وصدقوني التكييف فيها فريزر، هذا اللي بقدر اخبركم اياه. نحكي كل شيء كمان عن التصميم، كل شيء مالتي فانكشن ستيرنج ويل اللي موجود هون، تتحكم بكل شيء بدك اياه، حتى عندك الكبسات اللي موجودة هون وهون، بتقدر تنقي انت اي فانكشن بدك اياه على كل كبسة، كله بتتحكم فيه من الشاشة. البرشت الومنيوم او الشبيه بالبرشت الومنيوم مع حركات الالومنيوم، مع كمان البيانو بلاك والمواد الطريه المستعمله وتصميم الكراسي المميز والتطريزات اللي موجوده عليها. بتخيل، شفت ليش قلت لكم غيرت لي رايي بالفئه اللي هي موجوده فيها؟ لانه مستحيل، مش مستحيل، يمكن القصه صعبه كثير انك تلاقي سياره بهذا السعر بهالمواصفات اللي خبرتكم اياها بهذا التصميم. انا التصميم عن جد مبهر بالنسبه لي، كان من الخارج او من الداخل. حتى التكييف يا جماعه، فتحت التكييف عم بتطلع عليها هلا، عم شوف انه فيها بيانو بلاك او الاسود اللامع، وبنفس الوقت فيها الاسود المات، والملمس تبعها كتير حلو. يعني قد ما في تفاصيل بالسياره ما حطول عليكم، حكينا كتير، رح نختبر مع بعض التكنولوجيا اللي موجوده فيها، لان فيها اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، وايرلس شارجنج، وفيها كتير امور. انا عجبتني كتير موضوع الكاميرا، حنحكي عنه مطولا، في شيء اسمه 360 اللي موجود هون رائعه جدا، حنحكي مطولا عن موضوع الشاشات. جوله على الشاشه وبننطلق. وعدناكم بدي احكي عن الشاشة، لانه الشاشة عن جد قصة لوحدها بكل معنى الكلمة. عندك الشاشة اللي موجودة هون، مش هحكي عن كل شيء، حكينا عن هالقسم، هلا حاحكي عن هالقسم تحديدا. الويدجتس مع كبسة الهوم، عندك ويدجتس مع ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، عندك هون مجموعة من التحكم الرائع. رح بلش بالتكييف، تكبس كبسة الاي سي، فيك من هون تختار شو بدك تمشي وشو بدك توقف بالتكييف. والتكييف قلت لكم فريزر، وعندك فلتر حتى موجود فيه، وعندك اثنين زون، زون خاصه للدرايفر، زون خاصه للباسنجر. يعني انت هون عم حاطين لك الفلتر اوتسايد تمبرتشر قديش وكل شيء موجود فيها للسياره. يعني هيدي جوله سريعه بس على التكييف. وهون في عندك بالسيتنجز كمان فيك تغير الاير فوليوم بالاوتو مود، وكمان بس ترجع على الهوم غير التكييف، عندك الفون، الفيكل كسياره، في عندك تحكم بالكروز كنترول مود، حنحكي عنه، في ادابتيف كروز كنترول لجميع السياره، اللين اسيست فيك تحطها، رير درايف سيستم اسيست، دور اوبن اليرت، بلايند سبوت، لين تشينج اسيست، رير كروس ترافيك اسيست، رير كوليجن وورنينج، يعني شو ما بدك. وبعد في ميزه امان رح افرجيكم اياها قبل ما ننطلق، يعني هون يا جماعه اعطوك سمينا ام جي بايلوت، لانه بالفعل بايلوت بيساعدك بكل شيء.
الكونفينينس اللي موجود فيها، فيك تعمل تسكر المراية لما تسكر السيارة ومجموعة من الأمور التانية، فيك تحكم كمان بالإنارة الأمبيانت لايت، ستاتيك لايت، الويلكم لايت، كله موجود هون بالشاشة، فيك تحكم منه من هون. إنما بعد ما خلصنا في عندك 360 سيارة مليانة كاميرات، في عندك هون تعمل شوف الكاميرا الأمامية، هون فيك تاخد الإطارات الأمامية، هون فيك تاخدها بانوراميك من الأمام، وفيك تاخدها كمان ل 360 لكل الجرافيكس اللي موجودة، غير انه عندك هون موجودة واللينز كمان اللي بتساعدك بعملية الركن وغيره. عندك هيدا الشيء عم بفرجيك التكنولوجيا قديش أصبحت متطورة بسيارة أم جي. وقلت لكم إنه في شغلة غيرت لي رأيي بكل معنى الكلمة بالسيارات بهيدي الفئة. بالعادة لما تاخد أي سيارة إن كان صينية حتى اليابانية أو حتى الكورية شو ما كانت، ببعض الأحيان بتلاقي السيستم بيعلق، سواء عندك مشاكل بالسيستم، بصير في ما فيك تتحكم بالكنترولز، في بطء. لك هون قديش السرعه والسلاسه اللي موجوده، وعم بحكي انا عن كاميرات 360 البروسيسنج والتكنولوجيا يا جماعه، انا برايي اتغيرت. ومن هون طبعا انت فيك تتحكم بكل الامور اللي لها علاقه بالسيتنجز تبع الكاميرا. فيديو اذا انت واصل يو اس بي فيك تحضر فيديو كمان موجود هون. عندك مجموعه سيتنجز، راديو، يوزر مانوال، يعني حتى عندك يون هون موجودين، فيك تحولهم شورت كاتس لهون. يعني بتخيل كمية التكنولوجيا اللي وضعت بهيدي السيارة بالنسبة لسعرها وبالنسبة لفئتها، أخذت السيارات على مستوى آخر. مشان هيك قلت لكم شبابية وغيرت لي رأيي، غيرت لي رأيي من ناحية التصميم، اللغة التصميمية رائعة جدا واللون حلو، غيرت لي رأيي حتى بالمواد المستعملة بالداخل والكومبينيشن بين الألوان والمواد المستعملة، عن جد عم بيعطيك تصميم شبابي امتياز، وغيرت لي رأيي كمان بالتكنولوجيا اللي موجودة فيها. بعد في موضوع القيادة حنحكي عنه احنا عم نسوق، انما قبل شوف للمقود الموجود هون، حكينا عنه مطولا، بس المنظر اللي انت قاعد وشايف فولة الاسهم اللي جاي على السيارة، عن جد بتحس حالك بكل معنى الكلمة بفيديو جيم. حكينا كتير صار لازم نختبر السيارة، لانه صراحة موضوع استعمال جير السي في تي حنحكي عنه مطولا، بدنا نشوف شو وضعه بعملية القيادة. خلينا ننطلق بالام جي 1. قلنا لكم في ميزة أمان بعد حنختبرها مع بعض، خليني أفرجيكم إياها. لحط درايف، افتح الباب، بس لأجي لقدم لقدام لحالة بتقلب على البي، وقفت السيارة. هيدا نظام أمان كرمال، حتى على ريفرس نفس الشيء موجود، كرمال تكون عملية الحماية ما تقدر تقرب وتترجع بالسيارة، هو بابك مفتوح. صار لازم ننطلق. عنجد حركة الجير حلوة صراحة، ستارت ستوب بوتن هون كمان حركته حلوة. انطلقنا، وبقدر خبركم انه اللي كنت متوقعه من السيارة صراحة يمكن عم بياخد اكتر، تكون صريح. ليش؟ اول شغلة كان عندي شوية شكوك بموضوع القوة والمحرك وجير السي في تي. لنحكي اول شيء شو المحرك اللي موجود عليها. المحرك اللي موجود عليها هو محرك 4 اسطوانات 1.5 لتر توربو تشارج، بيولد 181 حصان. 181 حصان على هاي السيارة أكتر من كافي. هلأ محرك اللي موجود عليها صغير، بالتالي عم بيعطيك اقتصادية بالوقود. تنبلش نحكي اقتصادية يا جماعة. أول شغلة الاقتصادية تبلش من سعر السيارة. سعر السيارة ببلش من 75,900 درهم شامل للضريبة، وبيوصل ل 85,000 أو 87,900 للسيارة مثل النسخة اللي موجودة معنا، اللي هي اللوكس، اللي هي الأعلى بكل شيء فرجاني كوني. طيب السعر عظيم. بيرجع عندك شغلة تانية بدك تطلع عليها، هي استهلاكية الوقود. السيارة بالمحرك اللي موجود عليها تستهلك 15.1 كيلومتر كل لتر. كل لتر بنزين تستهلك 15.1 كيلومتر، يعني من ناحية استهلاكية الوقود رائعة جدا. طبعا هذا الشيء عم بيساعد بوجود محرك 4 اسطوانات التوربو مع جير السي في تي، لأنه عندك جير سي في تي وبنفس الوقت أنت عندك وكيل جيد جدا موجود بالإمارات، عم نحكي عن انتر اميريتس موتورز او التابع لشركه علي اند سونز اللي هن وكلاء ام جي بالامارات. يعني الجماعه عم بيعطوك كمان عقد صيانه مع السياره، هيك انت بتكون مريح راسك بالسليم وعارف حالك اخذ سياره خلص بالك مرتاح، ما بتسال اسئله بتنسال عاده. هيدا تنكون عم نحكي نحن من ناحيه التكلفه ومن ناحيه الاقتصاديه اللي موجوده فيها للسياره. من ناحية الراحة بالقيادة صراحة عم بطلع هون خطوط الصفرة، وحتى هون هاي البريك قوي وطلعنا على المطب. الراحة بالقيادة يعني كمان من الأمور اللي غيرت لي رأيي لما كنت عم قلكم هاي السيارة بالفعل غيرت لي رأيي بهذه الفئة تحديدا من السيارات.
لأنه اليوم عم بحكي عن سيارة سعرها مقبول جدا، بنفس الوقت قعدة الكراسي مريحة، القيادة مريحة، بس بدك قوة ها موجودة عم تعطيك شعور رياضي، بالرغم انه الجير سي في تي، وانا شخصيا ما كتير بحبش الوايرلس تشارجينج اشتغل، ما كتير بحبش استعمال جير السي في تي، انما من ناحية الاقتصادية بالوقود جيد جدا، من ناحية الصيانة جيد جدا، ومن ناحية تخفيف بسعر السيارة جيد جدا. وعلى هذه السيارة بالتحديد انا وعم سوق مرتاح، ماني حاسس ابدا انه عندي مشكلة بجير السي في تي، بالعكس الامور بالسليم. شغلي حبيتها كمان فيها غير انك تتحكم من هون، حط ادابتف كروز كنترول، ثبتها على سرعه 95. هاي السياره شو يعني ادابتف كروز كنترول؟ لما يكون في سياره امامي رح اقرب على الشاحن اللي امامي مش بس السياره. شوف كيف السياره لحالها بتخفض سرعتها، انا مش عم بتدخل بشيء، بتخفض سرعتها لحدود السيارة مش حتى عطتني شكل شاحنة على الشاشة هون. لا 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 عن جد صراحة شفتوا قلت لكم الأمور خلص، بس تزيح عن السيارة اللي أمامك لحالها بترجع بتاخد السرعة من جديد. بس طبعا احنا بنظن وجود المطبات رح تدخل بالبريك وخفف السرعة. هذا حكينا عن أدابتف كروز كنترول اللي موجود فيها للسيارة، فيها مجموعة كتير كبيرة من أنظمة الأمان والمساعد القيادي حكينا عنها. احنا عم نعمل جولة على الشاشة. السيارة دفع أمامي كمان، هذا الشيء بيساعد بتقليل من كلفة السيارة، بيساعد من تقليل بكلفة الصيانة، وبنفس الوقت عم بيعطيك قيادة مريحة داخل السيارة. برجع بعيد وبشدد عليها لأنه عن جد قيادة مريحة جدا داخل السيارة، وعم تعطيك شعور. هلا هون بعد ما انتقلنا على سبورتس مود، بعد ما انتقلنا على سبورتس مود رح فوت أنا هون على الفيكل ونقي سوبر سبورت. تغير شكل الشاشة، صارت اس طبعا، هون كمان تغير جير، تغير كمان القوة اللي موجودة فيها للسيارة، ويصير التجاوب اسرع. انما المنظر اللي شايفه قدامي هون، السيارة بين الخطوط والاروز اللي موجودة عليها، كل الجرافيكس عم تعطيك هون، السيارة امام السائق، عم بيعطيني شعور انا بفيديو جيم، بكل معنى الكلمة قاعد بفيديو جيم مع شكل ستيرينج ويل. هيك حاس حالي صراحة. من هون قلت لكم السيارة شبابية بامتياز، من هون قلت لكم غيرت لي وجهة نظري بما يتعلق بهذه الفئة بالتحديد والفئة المنافسة لسيارة MG1. كنا نحكي عن جير السي في تي. صراحة جير السي في تي التقنية اللي موجودة فيه مختلفة كليا عن أي جير تاني، بالتالي هو بيعتمد على نوع من الأشاط اللي بيتحرك الأمام والخلف، ما في جيرز بيركبوا على بعضهم تكون في عملية صوت غيارات الجير اللي موجودة، فهو بيعطيك نوع من الانزعاج خلال عملية القيادة لأنه بتحس كأنه الجير ما عم بيخلص يعني. إنما هون صراحة ما في أي صوت المزعج أو الشعور المزعج اللي بيعمله السي في تي بالسيارات اللي كنا قاعدين نشوف عليها. بعد شغلة بدي أخبركم إياها بالسيتنجز موجودين بالكاميرا، في شيء اسمه ترانسبيرنت شاسي، بس اكبسها لاحظوا كيف اختفى السيارة كليا، عم تعطيك كأنه السيارة مش موجودة، تقدر تشوف تحت السيارة شو اللي عم يصير. طبعا هذا بيعتمد على الكاميرا. بعد كمان شغلة، بس حط درايف رح شيل أنا من هون، سكر سيتنجز، سكر من هون. لاحظوا معي مجرد ما اني اتحرك وحط اشارة، شوفوا شوفوا التكنولوجيا، شوفوا التكنولوجيا اللي موجودة بالام جي 1. بهاي الطريقة رح اختم حلقة MG1 اللي أنا شخصيا استمتعت فيها، لأنه أول ما أخذت السيارة كان عندي توقع معين، ولما سقت السيارة وشفتها وطلعت على التفاصيل التصميمية والتكنولوجيا اللي موجودة فيها غيرت رأيي كليا، مش بس بالسيارة MG1 إنما بالفئة ككل. وبتخيل إنه هذه الفئة الكروس أوفر الصغيرة الشبابية بامتياز، إذا أخذت طابع ومنحنى شبابي إن كان باللون اللي موجود على السيارة أو بالتصميم أو بالحركات التصميمية أو بالتكنولوجيا، عم تحكي مباشرة مع الشباب، مع الشاب أو الصبي اللي بهمه يجيب سيارة يلفت فيها الانتباه، ما تكون تكلفتها عالية، وبنفس الوقت تقلك أنا شاب كول بكل معنى الكلمة.